السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين، كل شيء مزيان، احوالكم طيبه؟ ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير، اموركم هانيه باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد الطبق ديال الكرعين اللي كيجي رائع وكيشهي كيف ما كتشوفوا، يعني معلك ديال الكرعين ديال البقره. البنات من منا ما كيعجبوش الكرعين؟ بصح كاين اللي ما كيعجبوش، ولكن الاغلبيه راه كيعجبهم الطبق او الكرعين ديال البقره. غادي نحضرهم ان شاء الله بالحمص والزبيب، كيجيو زوينين البنات على طريقتي الخاصه بيا اللي دائما كنحضرهم بها، وكيجيو يعني رائعين كما كتشوفوا البنات. راه مريقه هكا معلكه، ها نتوما كيف ما كندير هذاك التفصيل او الطبق كيبقى هكا، كيجيو زوينين البنات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الطبق هذا، وما تبخلوش عليا باللي لايك وبالتعاليق وبالاشتراك اللي ما مشاركش عندي، يشارك عندي باش يوصلوا دائما الجديد ديالي. هذا فضل وليس امر منكم البنات. شكرا لكم بزاف، وشكرا ومرحبا بالناس كاملين القدام والجداد، كنقول لهم الف الف مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف، فضل ديالكم كبير عليا، شكرا لكم بزاف. وما نطولش عليكم بزاف، وما تنساوش البنات ضغط على الجرس ويوصلكم ان شاء الله دائما الجديد والاشتراك، وما تمشيو فيه. يلا معايا لتحضير هذا الطبق والمقادير ان شاء الله، وما تمشيو فين، راه كيجي زوين كيف ما كتشوفوا. يلا معايا البنات، ولهذه الوصفه البنات كما اللي وريتكم ديال الكرعين، غادي نحتاجوا الكرعين كيف ما كتشوفوا، هما ديال البقر مغسولين ومنظفين وصغار ما يكونوش كبار، دائما نشريهم من عند الكليان ديالنا. كنحتاجو 200 وتقريبا 225 غرام ديال الحمص اللي نفزك ليله كامله. غنحتاجو واحد البصله مشلطه على هذا الشكل، هذا بصله يعني مويان. غنحتاجو ما وصلش نص كاس ديال الزيت، زيت نباتيه. بالنسبه للتوابل عندنا الملحه، عندنا الكمون بزيت معلقه تقريبا ونص، عندنا الثومه بودره ما توفرتش عندي طريه، عندنا معلقه تقريبا نص ديال التحميره او البابريكا لانه كنحتاجو باش يكونوا محمرين، عندنا معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال البزار، معلقه ديال الخرقوم البلدي، عندنا شويه ديال الربيع، القزبر والمعدنوس مقطعين. كنظن هذا هو اللي الغرض اللي غنحتاجو ليه. وغنحتاجو الطنجرة ديال الضغط كيف ما كتشوفوا، لانه ضروري خصنا نطيبهم فيها باش كيحتاجو لنا الطياب. صافي غادي نحوي البصله هي الاولى، غادي نخوي الزيت، الزيت كيف ما شفتوا ما خصناش نكثروا بزاف لحقاش هما راهم فيما ديك الجيلاتين وغيطلقوا لنا هذا، ما نكثروش بزاف على طول. غادي نستف هذوك الرجيلات، هذوك الكرعين كما كتشوفوا مغسولين ومنظفين، والاهم يكونوا صغار البنات. انا هادشي اللي دايره، كل واحد بالنسبه للقياس، كل واحد كيدير القياس ديالو. انا حيت ولادي ما عندوش ما كيبغيهم شي، كنبغيهم انا وراجلي وولدي شي شويه تياكل فيهم، اما بناتي ما عندوش معاهم. كنخويو التوابل الملحه البنات على حسب الذوق والرغبه ديال كل واحد، كنخويو التوابل كيجيو زوينين البنات. صافي وكنحطها على النار العافيه، غادي نخليها ان شاء الله تشحر حتى وكان سميتو، ونطيبهم تقريبا واحد النص طيبه هكاك، عاد نرمي عليها الحمص ان شاء الله. كما قلت لكم الحمص راه في الزوق وبايت ليله كامله، ونسدها هذا ونخليها تطيب على خاطرها على حسب البنات كما قلت لكم، واش صغار ولا كبار، على اي غادي نديرهم ونقلب على حسب، لانه الا درنا الحمص في الاول معاهم غادي داك الحمص غادي كيما نقولوا غادي يهرب بزاف وغيتشتت لينا، ما يبقاش يبان زوين.
وغادي ندير من بعد ان شاء الله غادي ان ما حطيتش لكم كي سميتو الزبيب، غادي ان شاء الله نديرو سوا هو الاخير هذاك، غادي نغسلو ونخليه يفزك في واحد الاناء ومن بعد عاد نزيدو بالاخر ان شاء الله. من بعد ما كيما قلت لكم طابو نص طيبه، ها هما كيما كتشوفوا يعني طابو نص طيبه، ها هما خاصو يطيبو كاع يعني يديروه على حساب الحمص لانه الحمص طيب بزاف. زدت شي شويه القرفه مع انه غادي نديرو الطيبه ديال نديرو الزبيب، والزبيب كيتواتى بزاف مع القرفه. ها هو الزبيب جو غسلته وحطه هنا، من بعد ان شاء الله حتى يطيب الحمص عاد نرميه. دابا غادي نرمي ان شاء الله، ندوزو باش نرميو الحمص عليه، نزيد شويه الماء هنا الحمص طيب البنات، حيت كيما قلت لكم كون درتو من قبل غادي يتشتت. ودابا غادي نرضعو ثاني البوطه مره اخرى، نسد عليه الطنجره هكا حتى يطيب ان شاء الله، وعاد نزيد عليه ان شاء الله الزبيب. دابا من بعد ما طاب لينا الحمص كيف ما كتشوفوا، ها هو طاب حتى الحق والطريق، ها هو الحمص طاب وهذا، والكرعين كيف ما كتشوفوا طابوا جاو كيشهيو البنات. دابا في هاد الاثناء غادي نزيد عليهم الزبيب لانه ما غيديش بزاف، غادي نخليه واحد 4 ساعة ولا هكاك لانه راه كان كيزكا في الماء، حيت الا طاب بزاف تا هو كيتشتت كيما نقولو لي مات على اليوم عاد يتشتت هادي تشتت. صافي غنخليه، ما غاديش نسد دابا الطنجرة، غادي غير نحط عليها الغطاية ونخليه ان شاء الله في يدير شويه يتعلق هذيك المريقه شويه نشوفو التعلق، او ونقدمه ان شاء الله في الطبق التقديم ان شاء الله. والان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي وجدناه ديال الكرعين بالحمص والزبيب البنات، كيف ما كتشوفوا جاوا زوينين كيشهيو ومعلكين كيف ما كتشوفوا المريقه ديالهم. زدنا في اخر لحظه الزبيب، خليت واحد 4 ساعة والربيع داك اللي كنت مقطع ما شفتونيش واقيلا هزتو. وكيف ما كتشوفوا البنات ها هما جاوا على هذا الشكل، و نتمنى ان شاء الله يعجبكم. هو قليل نقول لكم يلا الى فيديو اخر باذن الله.